أكد مدير المدينة الصناعية في عدرا المهندس فارس فارس ازدياد الطلب على المقاسم وعدم إغلاق أي منشأة، وأن الصناعيين متمسكون بخطوط إنتاجهم ومعاملهم. وفي تصريح لصحيفة الثورة المحلية، أشار فارس إلى ازدياد الطلب على المقاسم الصناعية بشكل كبير بنسبة امتلاء 100% في القطاعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. وضعت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ضمن خطتها الزراعية للموسم المقبل زراعة نحو 2600 هكتار بالبقوليات الغذائية و1000 هكتار لزراعة الخضار الشتوية. وذكر مدير الثروة النباتية في الهيئة أن خطة زراعة البقوليات تتضمن زراعة 2026 هكتارا مروية و600 هكتار بعلية. قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إنها عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية بفعل ارتفاع أسعار النفط وخطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص عجز الدولة وتبطئ زيادة مستويات الدين في الأعوام الثلاث المقبلة. وأكدت الوكالة على التصنيف الائتماني للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والقصير عند بي وبإيجابي. سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 750 مليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2021 مقابل 2.212 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بتراجع بنسبة 66%. تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لمساعدة كبار موردي الطاقة على استيعاب عملاء تقطعت بهم السبل بسبب فشل موردين منافسين. وذكرت وكالة بلومبرغ أن بعض كبرى شركات الطاقة بالبلاد طلبت من الحكومة رأس مال عامل للمساعدة في تغطية مبالغ مدفوعة مقدماً تقدر بنحو 1000 جنيه استرليني لكل أسرة. وقالت المصادر إن الصندوق سيكون بديلاً أكثر جاذبية من القروض المدعومة من الدولة، إذ أنه سيسمح للشركات بإبقاء الدين خارج ميزانيتها.